في بعض الناس بيبقى عندها جروح بنحتاج نعمل فيها زراعة، لان الجرح ما بيبقاش فيه شعر، بيبقى في الاماكن اللي فيها شعر، فخلاص هنا بعمل زراعة شعر. في بعض الناس بتبقى عندها مثلا ممكن نعمل زراعة حواجب، ممكن نعمل زراعة دقن للناس ما عندهاش دقن، ممكن نعمل زراعة شنب، ممكن نعمل زراعة لحية. كل دي حاجات بنقدر نعملها بزراعة الشعر.